أكيد سوف نستفيد من اقتراحاتكم الكثير، لكن سنستفيد أكثر بعملكم الجماعي مع بعض. أريد فعلا أنه هذه المرة تكون يعني تكون اقتراحات حقيقية وفرصة عمل حقيقية لتجديد حال المسرح والنهوض به وفتحه أيضا وتحريره كذلك. نريد مسرحا حرا، نريد مسرحا مستقلا كذلك، ونريد مسرحا يخدم الحياة الفنية ولا يبقى يتخبط في مشاكله الصغيرة التي تقزم من عمل وطموحات وعبقرية المبدع